Welcome to the Cathedral of the Martyrs of the Home and Church. You are very welcome. طبعا بعد الفيديو اللي احنا شفناه على النت اللي هو فيديو الذبح ذبح شهداء ليبيا كلنا توقعنا ان هم خدوا الاجساد ورموها في الميه. After we saw the video of the slaughter, we thought that they had taken the bodies to the water actually. بناء على كده سيدنا ابونا المطران انبا بفنوتيوس اخذ قرار بان هو يبني الكاتدرائيه دي على اسمهم. خلاص هم اترموا في الميه فنعمل لهم مثلا كاتدرائيه كبيره كده تخليدا للتاريخ. So Amba Bafnotis decided to build a very big cathedral and dedicated to them just to like a memorial for their martyrdom. سيدنا قال ان احنا نبني الكاتدرائيه هنا للناس الكبيره تصلي فيها ونعمل كنيسه صغيره تحت في المزار اللي انتوا شفتوه ده للاطفال فالكبار يصلوا فوق والصغيرين يصلوا تحت. So the cathedral will be two floors, the second floor which is here for older people and the one down for children. بعد ما الكنيسه خلصت بعد ثلاث سنين تم القبض على واحد اسمه هشام ابراهيم عثمان مسمح. ده ليبي وشغال مع داعش سواج. After 3 years of the slaughter, somebody called Ibrahim. هشام إبراهيم عثمان مسمع. He was the ليبي وشغال مع one of the Libyan who works for ISIS, works for Daesh. لما اتقبض عليه اعترف بشهداء كتيرة من ضمنهم شهداء ليبيا. When he was caught, he admit and tell them about many martyrs, some of them the martyrs of Libya. فبيسألوه مش انتوا قلتوا ان انتوا رمتوه في الميه؟ رمتوهم في الميه؟ فهو بيقول لهم احنا فعلا كنا هنرميهم في الميه. لكن احد الدواعش قال لنا احنا ليه نرميهم في الميه؟ ما احنا ممكن ندفنهم في مقبره جماعيه ونساوم على الاجساد، نطلب فلوس، نطلب ارواح. So the investigators asked the man قالوا يا ابونا؟ انتوا ليه هترموهم في why you threw them in the sea? We can put them in a graveyard and we can bargain for money, for souls, for things like this. أحد الدواعش تاني قال لا احنا مش محتاجين فلوس، احنا ممكن ندفنهم في مقبرة جماعية وبعد كده بعد 5 6 سنين ما ينتهي الحدث نعذب فيهم تاني، يعني نكسر في عظمهم قدام الكاميرات عشان نحرق دمهم، نعمل أي حاجة يعني. One of the ISIS men said we bought them in a graveyard. And then after like 6 years, when everything is done, we can take the relics out and we can torture them one more time. سواء كده ولا كده ربنا أبطل مشورتهم. ابتدت القوات الليبية تتواصل مع القوات المصرية علشان يروح يشوفوا كلام الرجل ده صح ولا مش صح. When the man was caught, the Egyptian authority contacted the Libyan authority and they got the man and they say what the man is saying. كانوا واخدين احداثيات الجي بي اس عشان يعرفوا يوصلوا للمكان اللي هو في سيرت الليبيه جنوب فندق هناك اسمه فندق المهاري.
and they got the location of the city of Sirte beside a hotel called the Mahari Hotel. راحوا هناك وفتحوا الحفرة دي أو المقبرة الجماعية دي لقوا منظر صعب جدا لما ذبحوهم فصلوا الرأس تماما عن الجسد فلقوا رؤوس كتيرة وأجساد كتيرة. When they discovered the place, they found that the head is apart from the bodies. So they found a lot of skulls and the rest of the body is on one side. نمرة واحد نعرف كيف إن دول شهداء ليبيا. نمرة اثنين لو هم شهداء ليبيا نعرف كيف ده الشهيد فلان وده الشهيد فلان. So it is actually it was a problem. How do we know they are the martyrs of Libya, the Egyptian who are يعني slaughtered in Libya, and which skull belongs to which body? They don't know. ابتدوا يتواصلوا معنا هنا علشان نبعت بابا وماما لكل شهيد. القاهرة الطب الشرعي ياخدوا منهم تحليل اسمه تحليل الدي ان اي ومن خلال تحليل الدي ان اي ابتدينا نعرف ده الشهيد فلان وده الشهيد فلان. Yeah. And so the Egyptian authority sent and talk the parents of the martyrs to Cairo and they take the DNA analysis to compare the DNA with the relics. فأنا كنت بحكي القصة دي لأحد الأطباء فقال لي يا ابونا ده بيدل على طهارتهم، طهارة الأب والأم والشهيد ده. فانا ما فهمتش يعني ايه فقال لي ان يطلع الدي ان ايه ان ده ابنهم ده في حد ذاته في في الوضع اللي احنا عايشين فيه دي طهاره ان ده ابنهم يعني لان ممكن اب وام ويكون في اطفال ومش ولادهم. And the DNA actually is an evidence for the purity of the father and mother because they prove that they are their sons actually. فهمتي؟ يعني بعلاقة زنا يعني. يعني حاجة okay. يعني. يعني. تفضل وصلت لهم. وصلت لهم. تمام. فده بيدل على طهارتهم يعني. طبعا عرفنا إيطاليا عشان لها تعامل مع ليبيا ابتدت تبعت لنا الصناديق اللي هي تحت دي اللي شفتوها. الصناديق دي غير أي صناديق احنا هندفن فيها. الصناديق دي صندوق خشبي من بره وصندوق تاني جواه زي من ستلس أو صاج كده. وجواه جهاز يطلع الهواء وما يدخلوش تاني. So Italy, because Italy has a stronger relationship with Libya, so they send the caskets, which we have seen downstairs. Actually, it is not common Egyptian ones. You know, Egyptian ones, they are just made of food. But the ones are downstairs. The outer layer is from wood, the middle layer is from steel, and in it, there is a device that can take the air in. جهاز يطلع الهواء. Take the air out and doesn't allow it to get in. عشان الأجساد ما تعفنش أو تدود أو أو أو. بياخد الريحة من جوا يطلعها برا. الله ينورك. Take the smell out to keep the bodies يعني intact and not corrupted. إحنا فاتحين أول صندوقين. تحت في المزار عشان نقول لكل الناس ان الصناديق دي فاضيه والاجساد كلها في المكسوره اللي جوه اللي موجوده في الهيكل اللي جوه. So الصناديق الكاسكت زي don't have the bodies. The bodies are collected and they are in المكسوره behind the iconostas. احنا عاملين كده ليه؟ بسبب عندنا آية في سفر الرؤيا 6-9 بتقول ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله من أجل الشهادة التي كانت عندهم. ترجم أبونا يعني الرؤيا كم؟ إن الأجساد القديسين تحت المذبح. إن the bodies of the saints are under the altar. نمرة اثنين عشان خاطر ما فيش حد ينتمي لشهيد معين. كلهم بركة وكلهم شفاعتهم واحدة وكل الرفات بتاعتهم موجودة في المكسورة اللي جوه. And to be all in one place to make them equal, nobody is different from the other, and they are all buried in one place. عندنا بدلتين، بدلة الاستشهاد، واحدة جديدة وواحدة قديمة. البدلة الجديدة دي احنا اللي عاملينها المطرانية عشان نوضح الفرق بين الاثنين، وإن القديمة كانت نفس لون الجديدة بس بعوامل الأملاح والأمطار والعذبات والاستشهاد اتحولت من اللون الأورنجي الطبيعي بتاعها للون الكاكي أو البيج. So the clothes that they have slaughtered in, we have two types of clothes. The orange one, it is new, and the one which is bale,
الباهت ده. This is the original clothes that the martyrs slaughtered in. The diocese here bought the new one to just show you the original color. You know, guys, here in Egypt or the Middle East, we got something like called the badlet al-i'dam, which is red or orange. تمام؟ وهما ماشيين قدامنا على البحر وهم راكعين اللي هم الشهداء شايفين ايديهم وراهم كانوا مربوطين بجبزان بلاستيك والجبزان البلاستيك موجوده في المزار. When they were at the seaside, the hands were tied behind was the zip tied. تمام. تمام؟ موجوده في المزار. موجوده. They have seen it. تمام. لكل شهيد ليه متعلقاته الخاصه به. مثلا الشهيد ملاك فرج كان دراعه مكسور ومتجبس الجبس موجود. Every martyr has his own properties. يعني for example الشهيد ملاك فرج he was يعني broken arm and still the gips. Gips يعني شو؟ the cask is still exist until now. اتقبض عليه وهو في الطريق وداعش مسكته وكسر دراعه تاني وهو متجبس يعني هو متجبس كده راحوا كسروه تاني وحطوه ورا عشان يربطوه بالجبزان البلاستيك. He was caught on his way home there and even he يعني his arm was broken. They rebroken it one more because they would like to tie his hands behind him. الشهيد ماجد سليمان كان يعاني من غضاريف في ظهره ولافف حزام حوالين وسطه الحزام موجود. ماجد سليمان got problems with his backbone and still he got the belt which is around the belly to make the bone straight actually so it still exists now. لو في جيبهم دنانير ليبيه جوازات سفر يوميات كلمه يوميات يعني ديري لا عايز اشرحها يعني ايه يوميات اليوميات المفكرة ايوه برافو المفكرة تمام they found also some Libyan money they called the dinars and some of their يعني diaries which is sometimes they record their work days فلان لي كذا فلان لي كذا يعني تمام في صناديق صغيرة قزاز احنا لما فتحنا الصناديق الكبيرة الخشب لقينا في رملة في جلد في شعر ابتدينا نلمه ونحطه في صناديق صغيره قدام حضراتكم في المزار. دي في مع الاجساد مع الكاسكت مع 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 الافارول مع الافارول. There are some small glass boxes. When they opened the caskets, they found some sand, some human skin, a little piece of hair. So they collected all the things and bought in small glass boxes. على جبل التجلي ظهر موسى وإيليا. كان موسى متجوز وإيليا ما كانش متجوز شهدائنا المصريين العشرين عشر متجوزين وعشر مش متجوزين يعني متجوز هتدخل السماء مش متجوز هتدخل السماء بل بالعكس اللي متجوز هيدخل السماء 50 مرة okay when Jesus transfigurated in Mount Tabor in Galilee it was Moses and Elijah came to speak to him and Moses represent the people who are married. Elijah represent the people who are single, and God accept everybody, the married and the single and everybody. الحمد لله. الحمد لله. شهدائنا لما يروحوا السجل المدني ويقولوا لهم ممكن حضرتك تكتب اسمك يقولوا معلش ممكن نبصم مش عارفين يكتبوا اسمهم. يعني ولا دكتور ولا مهندس ولا كاهن ولا اسقف ولا شوية بصمجية رفعوا راس المسيح في العالم بالكلية. كده؟ أبونا. هذا ترجمة ازاي دي؟ تمام. So the people actually are very simple ordinary people. When they go to official documents they never sign. Actually they didn't have to sign because they don't read they didn't read or write. So they used to make the font, the fingerprint. We called it in Arabic basmaji. Basmaji means he rajul يعني illiterate. He can not read and write. But they are great in faith. They were not deacons. They were not priests. They were not bishops. But actually, they made us very proud of them because their faith is very strong. وده بنواجهه في حياتنا اللي احنا بنمر بيها. مثلاً
نيجي نكلم دكتور او مهندس او حد من عيله كبيره، انت مش عارف انت بتكلم مين، انت مش عارف انا مين، باللحظه ده. فبقول له انت مين مثلا يعني، تعال شوف شويه البصمجيه دول حضرتك جاي عشان خاطر تزورهم يعني. مش دكتور ولا مهندس ولا من عيله كبيره، ده ناس مش لاقيه تاكل، ناس فقيره جدا جدا جدا. ورفعوا راس المسيح في العالم كله، كل العالم. احنا عدد الزائرين قبل كورونا كان 30,000 زائر في اليوم الواحد، في اليوم الواحد. So when we deal, يعني here in Egypt, if you got a very high position in jobs or in family, sometimes حاسب, you are talking to me, I'm the king of the village, يعني. But they are very simple people, they are very ordinary people, and they made us very proud of them because their faith is very strong. And this is just a lesson for us. In my thoughts, those people, nobody notice them when they come to a church or they go out. Sometimes الناس responsible about churches, they look for rich people, important people, high position people, but those people actually from the the lower level of Egypt. That's, and I, this is give us a lesson that faith is not in our human calculations. ربنا يحفظكم ويبارككم. Before Corona, the visitors here were 30,000 people per day. يعني ده عدد يعني مهول. ربنا يحفظكم ويبارككم ويجعلكم فعلا في كل مكان وفي أي مكان تمجدوا اسم المسيح. أبونا يقول دي عشان لإلهنا كل مجد وكرامة من هنا والأبد. أمين. أبونا في سؤال، الشهيد ماثيو. بالنسبة للشهيد ماثيو، ماريهان is asking about the African martyr Matthew. They would like to know the story of him. معلوماتنا غير أكيدة، يعني أنا هحكي لكم موقفين حاجتين. يقال، أول يقال دي في اتنين يعني، أول يقال. يقال إن هو غير مسيحي وآمن على يد الشهداء. يا أبونا بتعتمد على إيه ده؟ بنعتمد على ان لم يظهر له أهلية الى الان، يعني زي اللي عايزين يتبروا منه، ما حدش ظاهر حتى الان. Matthew, actually we don't have any confirmed information about him. So what Abuna says, we say it is said. So we have two opinions. The first one that Matthew had no family and he was not Christian. But when he met the Coptics in Libya, he converted Christianity. When he martyred, nobody was asking about him. أنا ما نعرفوش مين. الثانية إن يقال إن هو أفريقي من غانا. لما نزل غانا نزل طرابلس، ومن هناك اتعرف على مجموعة من المسيحيين وآمن هناك وتعمد هناك. واتقبض عليه على انه مسيحي. The second opinion said that he is originally from Ghana. He traveled from Ghana to Tripoli and he met some of the Copts during the day, يعني ordinary days, and he converted Christianity. And people, when he was caught as a Christian. يعني صح كده؟ تمام. احنا طالبنا بيه وزي ما حضراتكم شفتوا في المزار رفات الشهيد ماثيو موجوده. So the Egyptian church asked for his relics and the Egyptian church brought the relics back from Libya to Egypt. اي سؤال؟ اسئله شباب. yes. امون اتفضل. في قصص عن الوقت اللي كانوا محتجزين فيه. في 13 دقيقه حضرتك لو كتبت كده شاهد عيان شهداء ليبيا، ده بيروي هذه الحادثه حد غير مسيحي. وحصل معاه كده بالفعل. الوقت ايه؟ قلت انا سؤال؟ في قصص عن الوقت اللي كانوا محتجزين فيه. كم يوم احتجزوهم قبل الاستشهاد؟ 45 يوم كان فيهم عزبات وكان فيهم ظهورات، وده بيحكي الشخص الغير مسيحي ده كل حاجه. حضرتك لو كتبت على النت شاهد عيان شهداء ليبيا 13 دقيقه تسمعها.
ده حقيقة بالفعل. So ISIS actually Abanub was asking how many days or the period that the martyrs was kept before slaughter. The eyewitness, يعني one of them, يعني told that they stayed 45 days. In some place, they were يعني have been torturing, and they were, and also there were some visions or transfigurations of saints or Jesus. يعني حسب ما سمعت. الوقفة بتاعتهم اللي كانوا واقفينها قبل الذبح بدقائق غير عادية. ما يعني أنا مش عارف أفسرها إزاي. بس كانوا واقفين وقفة. إيه ده؟ ايه القوة دي؟ ايه النعمة اللي على وشهم دي؟ فكان في قوة فعلا سندية. Before the slaughter يعني their image يعني يعني may I add some things. I know عصام بدر. He was looking straight up ahead and he never worried about what is happening behind. يعني my point of view, he was seeing something. يعني when I feel somebody is killing me or I'm going to die, for sure I will be worried, I will be screaming, yelling. لكن عصام يعني he was looking straight up ahead with the stability and calmness. يعني this is not somebody who is going to die. يعني for sure he was seeing something, يعني like somebody is welcoming him. هم اتمسكوا بالفعل لكن مش عارفين. لا ما نعرفش، مش عارفين، احنا مش متابعين بسبب الاوضاع في ليبيا صعبه جدا. احنا لينا حاجات تبع الشهداء هناك مش عارفين نوصل لاي حد نجيبها من هناك. يعني بعض متعلقات الشهيد ماسيو زي الصندوق بتاعه، الرفات بتاع الافارول بتاعه، في حاجات كده موجوده هناك. المفروض نستلم كل اوراق التحقيقات اللي تم التحقيق فيها، لان احنا هتفيدنا خالص خالص باسرار مخفيه طبعا. ميش was asking about if anybody from ISIS was killed by the Libyan authority and if they believed or converted Christianity or not. Abuna said they were killed, some of them, but we don't know if they converted or not. You know. But يعني until now يعني the church asking for the investigation papers which will يعني reflects the secrets what had happened actually in that time. Even sometimes يعني now it is difficult to get some things back. For example, the clothes of Matthew and the casket, they couldn't bring it back. Questions. تفضل. لا انا اقصد ايه، ان داعش في الوقت ده كانت امالة تدبح في الناس كلها، فهو اعترف بان احنا دبحنا كتير كتير، ومن ضمنهم الفيديو اللي احنا صورناه اللي هو بتاع المصريين الاقباط، فابتدوا يمسكوا من الخيط ده ونقدر نوصل. يعني هارفي was asking يعني يعني ISIS people يعني admit that they killed many people. So Harvey, is anybody of them يعني we know the other martyrs or not? But ISIS يعني declared about our Coptic martyrs. For sure there are martyrs, but we don't know them yet. أي سؤال؟ في سؤال؟ كتير خالص. Mary was asked about miracles. I want to say a lot, many. كتير جدا. كتير. ممكن تحكي لنا واحدة؟ ماشي. One بس one احنا ماشي. كان في واحد، أنا هحكي لكم معجزة موثقة لشهداء ليبيا. One documented
ميريكل. في فين التوثيق ده يا ابونا هنا؟ موثقه يعني مكتوب في معجزات يعني بتبقى يعني لا يعني قصدي يعني انتوا عارفينها يعني مكتبينها؟ ما انا هشرحها. طب تمام اتفضل. البنات تركز معايا وانتوا بلد. كان في واحد شغال في ديروت، شغال في شركة فلاتر كبيرة، رن عليه. فلاتر بتاعت عربيات ولا بتاعت مية؟ لا بتاع عربيات. Yeah, there was a trader in Dayrut. Dayrut is the first city in Asyut province. He was working in car filters. طلب منه مجموعة من الفلاتر بحوالي 200,000 جنيه. قال له احنا شركة كبيرة ومحتاجين الفلاتر دي وكده يعني. فهو 200,000 جنيه هو أول ما اشتغل في الشركة بتاعته وما حصلش كده يعني. خمس فلاتر، ست فلاتر، ده أنا ممكن أعدي فيها. So he got a phone call that we need car filters like equals 200,000 Egyptian pounds. So the man, wow, we will pay a lot, يعني we will sell and get more money. The man was just actually started his own business by يعني like 5-6 filters يعني. فبعض الأحيان يعني لما الواحد أي موضوع يكون فيه فلوس money يعني مش بيشوف أي حاجة قدامه غير الماني. يعني أنا لو معايا 100 دولار ما كنتش وقفت دلوقتي قدامكم مثلا. أنا ممكن 50. So the man actually was blind of the truth. He just was concentrating on money. يعني أبونا if he got $100 he will not be here. I said 50. خلاص. فهو ما شافش اي حاجه قدامه تاني. راح للمدير بتاع الشركه اللي هو الموظف ده، قال له انا محتاج في حد طالب مني الطلبيه دي الكبيره ومحتاجها اوديها له. قال له حضرتك خدت منه فلوس؟ قال له لا ما خدتش. طب مضيته في شيء على شيء؟ قال له لا انا ضامن الراجل ده، هو ما عرفوش. فقال له لا خلاص ده انت ضامنه، امض انت على شيك، لكن انا ده نظام الشركه ما ينفعش. راح مضى على شيك. So the guy actually went to the manager and he asked for these filters which equals to 200,000 Egyptian pounds. And the manager asked him, do you know the guy? I said, no. Do you make him sign check or get papers? He said, no, I will guarantee him. خلاص. So he asked the employee to sign a check for the company manager. الرجل عشان يوفر فلوس كتيرة ابتدى يجيب العربية الخاصة بي ويحمل فيها الفلاتر ويرن على الراجل، اجي لك فين؟ قال له اديني سوهاج الساعه 3 الفجر. So the employee took his own car, load the filters, and he called the النصاب to say انت فين؟ قال له I'm in Suhaj and come at 3 a.m. ليه الساعه 3 الفجر؟ قال له حضرتك عشان احنا شركه كبيره والعمال يكونوا متواجدين، عشان احنا بنشتغل من الساعه 5 فننزل منك البضاعه بتاعتنا، يعني عمل له من البحر طحينه زي ما بيقول. So why especially 3 a.m. he said we start work from 5 p.m. to the whole night. The workers will be waiting for you and actually the man يعني the cheater try to make everything easier for our employee. ناصح جدا. البحر طحينه يعني تعمل زي ابونا البحر طحينه. يعني هو عامل البحر طحينه يا ميك ات ايفريثينج يعني افيلابل متاح وحلو. هي ميد ذا سي طحينه خلاص. وصل ودي كانت مفاجاه، دي كانت عصابه كبيره خطفوه هو وخدوا العربيه وخدوا الفلاتر. So they were waiting for him. It was a gang. They took the filters, him and the car. محدش يعرف عنه حاجه. مراته بتقول مع الساعة 4:30 5 حصل لي قلق ما حصليش قبل كده. His wife said that at 4:30 or 5 o'clock a.m. يعني just after in 2 hours she was very worried. She couldn't sleep actually and this is not her nature. She sleeps the whole night. فهم عندهم مبدأ من أول ما خدوا بعضيهم يعني اتجوزوا بعضيهم، أرن عليك ترن عليا تفتحي
وانت نفس الكلام ارن عليك لو كنت فين تفتح، وانتوا عارفين الستات لو ما فتحش so they agreed actually when they gave a ring يعني the other side should be answer immediately يعني وهي جربت الدف في يعني في في السنين اللي عاشتها معاه كانت ترن عليه في احلك الظروف يروح فاتح يقول لها يا حبيبتي دقيقتين وارد عليك خلاص كده انا اطمنت عليك سلام وتروح قافله الموبايل يعني if she rang him in a very difficult situation he must answer سيد حبيبي I will call back in 2 minutes تمام يعني فهي رنت عليه مره واثنين وثلاثه وعشرة ما فتحش and she rang him many times like 1 2 3 10 times and he didn't answer فهي حست بان هو في ضيقه عظيمه في مشكله عظيمه لدرجه ان انا كنت برن رنه يفتح دلوقتي 10 رنات وما يفتحش مشكله she felt that he is in a very big problem in a serious problem because he didn't answer her like 10 missed calls يعني هي بتقول لو كان قلبي بيدق دقه ما دقش تاني وانهارت من البكا شيء يعني خلاص هم عارفين دي يعني وانهارت من البكا هي كانت زارت شهداء ليبيا هنا واحنا عاملين صور ليهم بصورهم الطبيعيه الوجوه الطبيعيه بتاعتهم فهي كانت خدت صوره كزياره حد جاي كنيسه الشهداء بياخد صوره الشهداء خدها معاه افتكرت ان هي خدت صوره الشهداء دخلت جوه جابت الصوره وحطتها على كرسي وركعت وقالت له يا رب يسوع وهي منهاره يا رب يسوع لو هو في ضيقه ولا في مشكله ابعت له شهداء مصر بليبيا يا رب هي كررت لي كذا مره شهداء ليبيا دي شهداء قلت لها يعني مش معنى يعني شهداء ليبيا قالت لي ما يا ابونا لو ماري مينا ده وحده ماري جرجس ده واحد لكن دول 21 يهزوا الجبل في اعتقادها كده لان هي ست بسيطه يعني and she actually she was here before that incident and she got a photograph of the martyrs with their natural faces and she bought the picture and started to pray for the safety of her husband and why she chose the martyrs of Libya because if she sent Saint Mina he just won Saint George he just won but she sent to him 21 martyrs they are يعني كان make a good deal with them يعني هي ظبطوا الدنيا ومنهارة خالص خالص لما رجع جوزها بيقول ايه هو ما يعرفش شهداء ليبيا يقول وانا محبوس جوا انا بصيت لقيت شويه شباب داخلين عليا فانا رفعت راسي للسما وقلت يا رب اقبل روحي اليك وخلي بالك من المدام وخلي بالك من العيال لان هو توقع ان هم جايين يذبحوه يموتوه So the man who actually was looked in Swatch, suddenly he found like 21 people coming towards him and he thought that they come to kill him. So he was praying that God, if you take my soul, just take care well of my wife and my children. أكمل. تفضل قلت. مبسوط معانا. حبيبي. فهو في الوضع الصعب ده ان هو خلاص هيموت بص لقى واحد فك الرباطات بتاعته واحد تاني شغل العربية وطلعها برة باقي الشباب حملوا الفلاتر على كتفهم وحطهم في العربية وربطوا له العربية وواحد قال له ما تخافش مش هيصيبك اي اذى ده مراتك خربت الدنيا عليك واحد المفتاح تمام so you know the 21 came to this guy one of them untie him let him free one else started the car and the rest of them they were loading the filters to the car and one of them said go ahead your wife is يعني screaming and yelling يعني خرب الدنيا يعني هي دي الرجاله تخلص على كده لا ما يخلص الموضوع على كده فهو بيبص لها بيقول لها وانت تعرفيهم يعني معروف الست تعرف راجل تعرف اتنين مش تعرف 21 واحد ترجمة when he came back actually
His wife sent him 21 يعني guys يعني said يعني the normal يعني she know 1, 2, 3 but she knew 21 actually he didn't know anything about the martyrs of Libya. إحنا عندنا هنا يعني لو معها جوزها واحد تاني يبقى مقطع السمكة وديلها لكن هنا ده مقطع السمك كله. هترجم ازاي طيب؟ لا 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 خلاص سوري يعني يعني فهي بتقول له ثواني دخلت جوه جابت له صورة شهداء ليبيا في حد من دول هي شاك هو مش عارف مين هو مش عارف ايه اللي حصل ايه فراحت جابت له الصورة في حد من دول قال لها ايه ده؟ ده في واحد شبه ده وواحد شبه ده وده اللي عمل مش عارف ايه وده اللي وطلعوا شهداء ليبيا وببركة شهداء ليبيا رجع لمراته واولاده مرة أخرى. سهلة دي. اوكي. And يعني يعني she actually the guy didn't know anything about the martyrs of Libya. So she brought him the photograph as is any one of those people helped you? And he said, oh, this man and this man and this man and this man. So and started the day. يعني he knew that it's a miracle from شهداء ليبيا. أي سؤال لمعة؟ سؤال. سؤال. طيب. سؤال ولا حاجة؟ في سؤال؟ any last one more question? One more question. شكرا لكم. شكرا. سلام عليكم. طب في سؤال يا أبونا ال. لا ما قلتش كده مع بعض كلهم دي في حته ودي في حته يعني مثلا لا 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 هم ايه حملوهم في العربيه تمام الاجساد والروس ورمي في الحفره الجسد ورمي الروس عاد فلما فتحوا الحفره لقوا روس كتيره واجساد كتيره تحت في رمله في مقبره رمليه هم حفروا بمعدات لا هنا 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 احنا طلعنا لما عملوا دي ان اي واتبعتت الصناديق I'm going to tell you just a few things about the 21 martyrs and how it يعني how it affects us all you probably heard in the news where ISIS at some point declared the Coptic Christians as their favorite prey they were going to go after and they will kill the Copts. Okay, why would, and actually the Egyptian government also put out a warning saying don't go to Libya. But why would 21 young men, 20 young men, and many more actually, still go? They were forced to go. They had to make a livelihood. They couldn't feed their families. And so they had no choice and they went. And right here, I kind of want to stop and say, why did we leave our brothers and sisters to go to a war zone? Because of livelihood. Where were we in the United States or in Canada and letting this happen on our watch? But this is something that just kind of keeps eating at me. But let me tell you a little bit more. I ran into, I won't say her name, but the sister of two of the Shuhada. They were two brothers. And she lives actually in Virginia, not far from where you guys came to Washington when you all were in Washington. And so I sat with her and I started getting, like, I really wanted to know the backstory, et cetera. And again, she was telling me the last time that she talked to her brothers, and one was thinking of getting engaged, and getting enough money to be able to marry and such. And the last time she talked to them was right before the Eid. And he told her, I got your daughters, she has twins. I got your daughters some dresses for them, for the Eid. The Eid comes January 7th. We don't hear from them anymore. The next day, we don't hear from them anymore, no more. The families start to clamor to the Egyptian government, do something, do something. Our brothers and sisters have been kidnapped. And so the government does what it can,
they were constantly going, asking, do something, do something. No one has heard of them. No one has spoken to them. فَنَبُوا إِلَّهَا, how did you hear? How did you know? What happened? She tells me my eldest brother was in Cairo doing an interview. So they were all the families were around the television set watching the older brother saying, Ya jamaa, please do something. Our relatives I've not heard from, etc., etc. While she's watching, the host says, one moment. We have a video just in that we're gonna show. He didn't see it. No one had seen it. And there live, in front of all the families, the video of the beheading took place. I asked her, what was your reaction? She says, I don't remember because I woke up in the hospital 2 days later. So all the families found out all at the same time. This lovely, lovely lady, but it's very simple. When I was here last time, I took a picture of her two brothers here. Bo'ilaha ya flana, I'm visiting your brothers. She says, salimili alayhum. Send my regards to them. For her and for the many families, and you'll get to meet the families and you'll get to hear from them straight. You'll get to hear how they experienced it and what it means to them. Two things came out from the martyr, the beheading. One, the whole world knew about the Copts. For the first time, when you say, I'm a Copt, they go, oh yes, instead of what? I don't know, never heard of you. What's Coptic Orthodox? For that reason, that book, if you remember, Martin Mosbeck, he researched the 21. He came to Al-Ura, German man, to write a book about the 21. And he came and he asked all the families, what were these people like? Again, this is the first time that people are coming, gonna be in the Sinik Sod. We're gonna be reading about them, you know? They're martyrs, they're saints, but they weren't monks, they weren't clergy, they weren't, you know, what we're typically seeing. They were simple people of great faith, of great simple faith. But he came to everybody and he says, tell me, what were they like? And the answer they kept getting was, adiyin, ordinary. They were ordinary. So he steps back and he says, here in the West, when you say ordinary young men, you think of drinking, going out, girlfriends, etc. That for us is ordinary. But the Coptic Orthodox Church has raised the level of ordinary to sainthood. Let me tell you the other story about the effect of the 21. The news goes around all around, and this one young girl, she's living in Texas, not Egyptian, nothing. How is it possible that people would die for Christ? It blew her mind. How is it possible? So she Googled it, you know, 21 martyr, 21 Libyan, whatever. She found Coptic Orthodox Church. I don't know what it is. Googling Coptic orphans. A trip to Egypt. I want to see this church. I want to see this church. She didn't have enough money to buy the ticket for Surf to Learn. You guys are the lucky ones. Surf to Learn, we made them pay. She didn't have enough money. She paid one-way ticket. It's all the money that she had. She wanted to see what is this church that teaches its people so that they are willing to die for their faith. So she was accepted and served to learn. Totally by God's providence,
What site did she go to? Matai, nearby here. Totally by God's providence, Abuna comes and he says, Yalla Bina, we're going to visit the families of the martyrs. She walked in, knowing that God took her step by step for this reason. She learned about the true faith of the Coptic Church. So she goes up to a Copt, she goes, does a particular priest have to baptize you, or can anyone baptize you? Because she and Abuna Maximos, an amazing Abuna, they became best buddies. They were inseparable. This girl who knew not a word of Arabic, and this Abuna who knew not a word of English, became best buddies in their faith. And so she went to him and she said, when the girl heard this, she's like, Andy, are you wanting to get baptized? She says, yes, and I want Abuna to baptize me. And so here in one of the Serve to Learn trips, Andy entered the Coptic Orthodox Church because of the 21 martyrs. The 21 martyrs, we're not victims. And as you heard Sam Tedros say, we're not sheep. We're victorious. And while ISIS saw this as victory over us, Saraha, we saw this as victory over the entire world. And it's for that reason that when we came to think about this program, how very important it is that you all come and experience the faith and meet the people and see the lovely children, Allahumma shu'ay, I'm sure, and driving you crazy in the classroom. How important that is. We sat and we thought about, what do we call this? What do we call this? And the answer was the 21. This program is named after the 21 martyrs, because now you're the ordinary people. You're the ones of ordinary faith. And I'm sure that when you go back to the States and Canada and Australia, I'm sure that you guys are going to do great things. And like Abuna Epifanius had says, for the glory of God, and to continue to do things for the glory of God. So that's all I have to say. Next is going to be even better, because you're going to meet the families of the martyrs, and you'll get to chat with them and get to hear their stories. A very simple story, but a very victorious story. So thank you. هو احنا كان دلو 47 يوم مخطوف. كمان. كده. كان الشهداء كان عندهم 47 يوم مخطوفين. هي بصراحة كانت أصعب من أيام ما احنا سمعنا عن الاستشهاد. يعني كانت أيام صعبة. احنا مش عارفينهم فين ولا نحنا ما كناش عارفينهم يعني هم فين عاملين ايه We didn't know where they were, what they were doing. كنا دايما بنصوم ونصلي لحد بالليل نقول للصلاة والصوم عمل حاجات كتيرة يمكن يجيبهم لأولادهم لأن كان أولادهم أصغر من كده بكتير We were fasting and praying all day and all night because we knew that the fasting and the prayer will do miracles. بس هو ربنا بقى كان رايد بحاجة أعظم من إن هم يجوا هنا. God wanted something greater than for them to return. يوم الخبر ربنا ادانا هدوء وسلام أنا من ضمن الناس اللي عرفت تاني يوم. The day that we found out about this, God gave us peace and comfort. I'm one of the people that only found out the next day. نمت يعني نوم عميق ما حسيتش بحاجة خالص غير الصبح. I slept deeply. I didn't feel anything. بس أول ما سمعت الخبر فقالوا لي خلاص يعني هو عزت خلاص. When I heard the news, they told me that عزت is no more. فقلت طب هو إزاي خلاص يعني تبو بنته. How could it be no more? What about his daughter? قالوا ده بقى شهيد. He became a martyr. كان عندي صورة على الحيطة بتاع سيد المسيح. I had a picture of Jesus Christ on the wall. فجريت عليها وقلت له أنت خدته؟ I ran to him and said, you took him from me. مش هقول لك ليه ولا هزعل. Ask you why, I'm not gonna be upset. بس أنا طب الحمل هيتقل عليا أنا أعمل إيه وحدي؟ How can I carry this heavy burden by myself? الأيام عدت ودخل جوانا اتعزينا يعني في الأول يمكن كان لسه شوية مش متعزين.
In the beginning it was hard, there was not a lot of comfort, but afterwards there were. يعني خدنا وقت لحد ما ما استوعبنا ازاي شهيد و واحنا بقى لوحدينا بس ما بصراحه ما بقناش لوحدينا بعد كده يعني. It took a while. It with me can I give انا وانتي. It took a while for us to understand what it means to be a martyr. جوفانيا كانت ناسية أبوها لأن هي كانت أقل من ثلاث سنين بس. جوفانيا has forgotten her father or had been forgetting her father because she was only 3 years old at the time. هي دلوقتي بتفتكره بالكلام مني يعني لكن هي مش فاكرة له حاجة. She only remembers him from what I tell her about him, but she doesn't remember him. واحنا ما نستاهلش فعلا ان احنا يبقى عندنا شهيد في البيت وان هي يمكن كانت بتعدي عليها ايام ان هي بتفقد ابوها وليه واشمعنى انا ما العيال كلها حواليا معاها بابا. There were days where she misses her father and says why do all the other children have fathers and I don't have a father. بس هو ما كانش سايبنا وكان معانا وكان بيجيها كتير بيجيها يعني. He hadn't left us though. He would come. He would come to her too. وكانت شوية مفقدة كلمة بابا إن هي تقولها لحد ما ربنا عوضنا بابونا بفنش. هو بقى الأب فعلا يعني. It was hard for her to say dad and finally now that we have Abuna Epifanius, he's like dad. بس نشكر ربنا لو عندكم انتوا عايزين تسألوني في حاجة أجاوبكم عادي. And we thank God, and if you have any questions, I'll answer. أنا عندي سؤال. ماشي. بتقولي هو بيجيلها. He comes to her. يعني إيه؟ يعني هي لما بتحتاجه وتقول اشمعنى أنا بابا مش معايا؟ فأنا بقول له بحاول أنيمها بصعوبة. فاقعد اقول له طب انا مش عارفه اعمل ايه يعني انا بحاول باب وام بس مش عارفه اتصرف معاها هي طفله في عقلها محدود مش فاهمه حاجه بيجيها يعني بيجيها وهي ممكن صاحيه وهي نايمه بتصحى تاني يوم مبسوطه وبابا جه وكان واقف على الشباك وماما العدرا كانت معايا وبتحصل لها مواقف بيجي يعني مره ايديها الباب قفل على جامد فاتفتح العظمايه بانت فانا طب انا قلت له طب إيه؟ يعني انت طب وهي كمان انا الوقت عايشه حتى عشانها هي طب اعمل ايه فحطيت ايدي عليها طب يلا روح للدكتور مش هروح للدكتور ابوها مش هيسيبها لقيت حاجه جوايا بتقول له حش ايديكي البنت بقت كويسه حشت ايدي ما فيش دم ما فيش حاجه باينه العظمايه اللي باينه ما فيش خلاص ما فيش قلت له حش ايديكي يا ماما بابا جو صحوني يعني موقف كتيرة مرة كانت كتير قوي تمام what does it mean and then he comes if she's crying at night or isn't able to go to sleep she would the next day she wakes up fine and says daddy was here him and Saint Mary standing by the window they were there and then she says one time the door had closed on her finger and she said, you know, I'm trying to be both mother and father. I'm having a really hard time. What am I going to do? And she often asks her husband to help. And so she had put to her the finger, she said it was so bad you could see the bone in the finger and so she wrapped it. And then something inside me says, let it go, let it go. And her daughter says, "My daddy fixed it, or daddy healed it, or and so when she took out the napkin, there was nothing there. There was no blood. There was no hurt." Into. حياته الروحية شماس هو ما كانش يعني راح المدرسة بس ابتدائي جريته على جده كان بسيط خالص بس كان
يعني بيتعامل مع ربنا بصفة نية. هو كان قلبه أبيض، لكن هو كتعليم ومزامير لا معلش سامحني يعني ما كانش متعمق في، لكن كان بسيط جدا، لكن كان فعلا هو كان يستاهل صفاته كانت تستاهل الشهادة يعني. Abuna asked, how was his spiritual life, prayers and such? She says, no, he hardly knew how to read, but he had a pure heart, and his walk with Christ, I think, is what she's alluding to. Like, and he deserves martyrdom. Others often wear black when their husbands die. Did you wear black at first and then change it to white, or what did you do? الأسود رحنا صلينا يوم الثالث في الكنيسة، فأنا ما كنتش مقتنعة بيه، فبقول لأبونا أنا مش هلبس أسود، فهو بيقول لها هي مش مريم مش هتلبس أسود ودي بنتي ولا عشان إحنا ريف يعني، فقال دي بنتي واللي هيتكلم عليها أنا اللي هقف قباله. بس ما قدرتش من أهل الشهيد، لكن لبسته ثلاث سنين من غير اقتناع. وأول ما الشهداء جم فأنا قلت إحنا مش هينفع نلبس أسود، أنا مش مقتنعة بالأسود، يعني هو مش عايز أسود، عايز أبيض، أنا هلبس أبيض. فالكلمة تاني يوم سيدنا بعت لنا بيقول يا جماعة اللي عايز يلبس أبيض عشان الشهداء مش هينفع نلبس أسود تاني، يعني لو هتكرسوا حياتكم. أنا قلت أنا خلاص كرست حياتي هلبس أبيض. At first I had to wear, though I wasn't convinced of wearing black, I was pressured, social pressure to wear black. I wore black for 3 years until the bodies we returned. And then in the prayer, إمتى سيدنا؟ When the bodies returned, ثلاث سنين, 3 years, and then for a prayer she decided I'm going to wear white, and she was able to, and soon after the bishop declared all need to wear white if you're going to live your life for Christ, and she is decided to live her life for Christ and always wear white. Questions? That's Ina. فيهم بعد الاستشهاد زي حياتك اتغيرت بعد الاستشهاد؟ مش بسهوله، كانت صعبه يعني، مرض شهيد وشهيد بس بشر يعني. You might have it. It's very difficult. You might have a martyr and you're the wife of a martyr, but life is extremely difficult. يعني خلاص اتعودت وتأقلمت ان انا مرات شهيد، كل الناس شايفين مرات شهيد، كنيسة، حياتي كنيسة، بنتي بس، لكن اللي جوايا ما ينفعش اطلعه لحد يعني. It's difficult even though she is a wife of a martyr and everyone looks at her in a certain way, but she's also human. Over here. Say again. Finn Bobo? التاني من هنا. This one? Oh. So that's Izzet. مبتسم. هو كانت حياته كلها كده يعني، كان الحمل بيبقى تقيل عليه، الظروف المادية كانت صعبة بس كنا بنعديها يعني، بس هو كان بسيط ومبتسم، كان دايما مقتنع ان دايما كان بيقول ربنا هيفرج هتفرج كانش شايل هم خالص. He was simple and always relying on Christ and always knew that God will make things easy even though even financially life was difficult also. أبونا. لا خالص ما فيش. كان بيخدم ايه؟ لا خالص. لا لا قديس كان يعني هو يمكن
بحكم شغله كان مروح القداس جلائل، بس هو في كده بره كان يعني بيعمل زي الانجيل وزي الكتاب المقدس ما بيقول. لا. Okay. When you got the news, did they prevent you from seeing the video? بتتكلمي على الفيلم؟ الفيديو. الفيديو لما اتذاع كان بالليل وأنا كنت نايمة بصراحة. جي الصبح حاولت إن أنا أشوفه وما قدرتش. بس شفت الصورة اللي هي راسه على ظهره. I didn't see the video. I tried because I was asleep when it was aired. I tried to see the video, but I didn't. I only saw the picture where I saw his body with the head on top of the body. هي أصعب حاجة في التجربة كلها. الأصعب ولا الأحسن؟ الأصعب. احنا نتكلم على الاحسن الاول. الاحسن ان انا بقيت مرات شهيد وان انا لي حد في السماء هيصلي لي. The good thing about being a martyr's wife is that I have someone in heaven who's praying for me. الاصعب بقى ان انا عايشه في دنيا غابه والواحد معيش سند زي ما بيقولوا. The hard thing is I'm living in a world like a jungle without support all by myself. في ليكي قرايب من الشهداء؟ عامة قرايب في البلد؟ ايوه انا عايشه مع اهلي بس الرجل أهم. I'm living with my family, but in this society, the man is the pillar. سمعت؟ لا مش كويس. مش سامعين كويس يا بونا. طبعا اكيد يعني احنا في نظر يعني واخدين جنب كويس وجنب كبير في نظر الناس، يعني احنا بقينا مميزين يعني، والاكثر ان احنا مميزين في عين ربنا. عشان انا لما بعوز منه حاجه فبقول له ايه، طب يا رب، طب وحياة دم ابنك الشهيد، فبلاقي الحاجه استجابت. God's blessings and how does God compensate? She says it's enough that I have someone and that I, whenever there's problems, I say, what about the blood of this martyr? And this is how I ask Christ. انت قلتي ان يعني ربنا بتحسي بتطلبي من ربنا دايما، بس عايز اعرف حاجه فعلا، ايه احساس التعزيه؟ بتحسي ازاي احيانا وانت ممكن لما تبقي لوحدك؟ هل في فعلا حسيتي مره بايد الله مش بالناس؟ انا مش دعوه بالناس، مش دعوه بحد، مش دعوه بالحد والناس، الناس وات ايفر سبورت، الناس اللي هتبقى معاكي وجنبك وكل حاجه كويسه والعيله والاهل زي ما كنت بتقول، لا انا عايز اعرف ربنا عامل ايه في ايده وازاي التعزيه جايه للانسان اللي ممكن يبص ويخش في تجربه. كلنا ممكن نخش في تجربه، تجربتك اصعب واحده. ما فيش واحد يقدر يقارن بين تجربتك وتجربة أي حد، ولا يمكن نشيل من جواكي الألم، لا يمكن، ده حقيقي، بس في حاجة واحدة اللي تخليني أعرف عايز أقف عليها. إزاي الله يجيب التعزية للإنسان ويخليك واقفة أنت وبنتك واقفين على رجليكي؟ واخدين الشهيد كده، يعني
هو تعذب كتير وتحمل، فمهما مهما انا شفت مش هيبقى زي اللي هو شايفه يعني. مع ان انا كل يوم بقول انا هو شايف الذبح شويه صغيرين وخلاص، لكن كل يوم بدبح كل يوم كل يوم. بس هو الحاجه تبقى صعبه جدا قدامي ومش عارفه اعمل اتصرف فيها. اقول يا رب طب انت طب ابنك طب بصل له هو، ما تسيبنيش ما تخليش نحتاج لحد. الاقي لو مرض بنقعد فتره طويله ما مش بنعاني من المرض، لانه عارفني عايزه ان انا اتصرف لوحدي. طب يا رب طب الاحتياجات نشكر ربنا مش سايبنا. بس رغم كل شويه بنقابل صعوبات بقابل وكتير، وممكن من اقرب الناس ليا بقابلها، بس كل ده بيتعب عقلي يتعبني من بره، لكن انا من جوه في سلام، في سلام، سلام غريب من جوايا. وممكن كل اللي بيحصل حواليا يوترني من بره، لكن من جوه ربنا جوايا. لان انا من وقت الاستشهاد وانا قلت له بص انت خدته وانت جيت مكانه، لكن فعلا هو معزينا بعزة في سلام. انا اللي انا اقدر اقوله لك ان انا جوايا سلام رغم كل اللي بمر بيه. Summary of it is I feel the God's comfort inside, regardless of all the hardships from the outside, but God gives me the peace from the inside. في حاجة في حكاية قالوا حاجة نادرة محدش عارفها أو ممكن نعرفها. حاجة حلوة. وده اخر سؤال عشان فيبيا قالت لي ان يس حاضر. في حاجه نادره ما نعرفهاش عن عزت، از ذات ذا ستوري؟ لو كان قبل ولا بعد يعني مش معلش مش بس مش مظبطه يعني حاجه عنه، حاجه عنه اكتر حاجه مميزه كانت فيه كانت فيه اكتر حاجه لا او حتى حاجه مميزه لو انت اقرب مالك ظلمك ومش مبطل واللي انت الناس مش مستني منها، وانا اقول له طب ليه طب انت ساكت ليه طب رد طب اعمل حاجه لا عادي مش مشكلة سيبيهم، وتاني يوم يدخل عليهم البيت وهو داخل الشقة عادي ولا كأنت في حاجة حصلت، ومن أقرب ما ليه وبيتظلم واتظلم يعني. لو قعدت أحكي عن ظلمه مش هخلص بس خالص. ومشي على ليبيا ما فيش كلام، وهو هناك كان هو اللي بيتصل يسأل يعني، كان بيسامح وبينسى، بس مش كلمة سامح سامح وخلاص بنسامح وخلاص، لا كان فعل بأيام طويلة ومش بيميل، كانش بيزهق، أنا ما كنت زهق. He was known for his forgiveness. He would be dealt with injustice in so many ways and so many times, but he never held it against the person that did this, and he would walk into their home like normal, and he would always forgive whoever caused him or did him an injustice. Mary, thank you. انا كريستي مرات الشهيد ملاك فرج. ملاك فرج خلاص. كريستين شي از ذا وايف اوف ملاك فرج. ماشي طيب. ممكن تحكي لنا حكايتك يعني؟ هو انا كنت عروسه جديده وهو سابني مسافر ليبيا، كنت حامل في بنت 8 شهور، هو ما شافش البنت. شي واز نيولي ماريد and she was pregnant with her daughter in 8 months. فسافر عشان خاطر يحسن مستوى العيشة، وقعد هناك 9 شهور، كنت أنا ولدت البنت. فجي نازل كان دراعه مكسور، هو حاليا الجبس بتاعه تحت في المزار. Yeah, he went to Libya to improve his life and he stayed there for 9 months. And when he traveled to Libya, his arm was broken,
and still the gypsies is down. بس فكان جاي عشان خاطر يتعالج هنا في مصر اتمسك في الطريق. He wanted to come back to Egypt to heal and find good treatment. But he was caught on the way. بس هو كان حد حلو خالص يعني. كان بيصلي كتير ويروح الكنيسة رغم ان احنا في بلدنا ما فيش كنيسة. كان بيجي هنا على طول كنيسة العادلة. يعني he is a good man and he used to come to church because their village has no churches. He used to come to العور for يعني Virgin Mary Church to pray. كانت علاقته حلوة بربنا. He has like a good relationship with God. كان متعلم يعني كان ايوه كان معاه دبلوم يعني الدبلوم اللي هو يعني هاي سكول كولج اسئله استاذ شباب عندي بنت داخله سنه ثالثه لا هي في كرنفال تبع كنيسه العدله she has a daughter in primary 3 and she isn't here she is in a carnival now she is somewhere else طيب انت سال معلش يعني كاركترستيك ايه بون مميزاته يعني شخصيه كان شخصيه جوزك ايه اللي كان بيميزه كان اي حد محتاج بيساعده في الخفه كانت لي علاقه حلوه خالص بربنا وكان يصلي ودايما وهو اول حاجه يحطها في السفر كان الكتاب المقدس والاجبيه كان حد حلو خالص her husband used to help poor people يعني he used to give money to the poor people and during the traveling the first thing that he bought in his bag is the Bible كان قريب حد من الشهداء ايوه قريب الشهيد عزت بشر يعني ملاك فرج is related to عزت بشر يعني انت قريب مصر ايوه استقبلت الخبر ازاي؟ كان صعب جدا كنت نايمة وصحيت على صوت الزعيق شفت الفيديو؟ لا ما قدرتش حاجات بسيطة بشوفها منه بس بيبقى صعب قوي during when the television showed the video, she wasn't sleeping and she got up suddenly at the sound of yelling and screaming. And until now, she can't watch the video, just saw a little bit of it. She can't stand here. I won't. الناس اللي قتلوا ملاك يعني انت حاسه بالغضب ناحيتهم يعني ايوه طبعا احساس صعب جدا ولا بتصلي لهم يعني انا دايما اقول لهم ربنا يسامحكم يعني she feels angry with the people who يعني made this thing terrible thing but she has always said ربنا يسامحكم God forgive me خلاص حياتكم عامله ايه دلوقتي يعني انتوا عايشين ازاي؟ نشكر رب عايشين هي بتتفرج على الصور بتاعته وعارفه ان هو مات شهيد يعني هي عارفه ان هو في السماء بس مش عارفه ايه اللي حصل بالظبط لا عارفه ان هو مات شهيد وعشان خاطر المسيحي وكان نازل ورايح عشان يشتغل فهمتيها كلها اي Marhan asking her about the little daughter and Christine said that the little daughter knows everything. She knows that she is a daughter of a martyr who would like to improve his life standard and she knows everything. تفضل.
آخر مكالمة يعني؟ آه. كان يوم الحد آخر مكالمة كلمها لي. كان تاني يوم اتخطف. تاني يوم اه يعني قبل الخطف بيوم. قبل الخطف بيوم. آه. Her husband called her the day before the kidnap. It was the last time she heard from him. كان دايما يقول لي انا خدتك على حب بس مش عايش معاك، جاب لي ال 40 ضاري لك على حد اتجوزي، ودي اخر مكالمه قالها لي. The last phone call he told her that he loved her so much but he will not live with her for a long time. هو كان حاسس ان في حاجه هتحصل. He felt something will happen. It happened. اه. طب هم كلهم مره واحده ولا كان؟ لا هو كان من الاول السبعه اللي اتخطفوا في الاول. فهو كان عارف. ايوه وبعديها ب 13 يوم خطفوا التانيين. طب ما حاولوش يهربوا او يروحوا اي مكان تاني غير المكان اللي هم فيه الناس دي؟ ما ينفعش هيروحوا فين. He was, you know, they kidnapped in two teams. He was from the first seven. They kidnapped, I think, kidnapped no more 13. يعني في الأول سبعة وبعدين 13. أيوة. الكنيسة اتغيرت من قبل الاستشهاد لبعد الاستشهاد؟ ايوه جربت ربنا عن الاول طبعا، دلوقتي بقى ربنا هو اللي في حياتي وبنتي. اه طب خليك نكتب. يعني هي الريليشنشيب ديفينتلي تشينجد بيفور اند افتر. يعني ناو شي از يعني هاز ا فيرست سترونج ريليشنشيب وذ جاد اند ذا تشيرش بيكوز جاد از ذا اونلي وان هو تيكس كير اوف هير. شنودة في ثالثة كلية، أنا السنة الجاية بإذن الله يبقى آخر سنة، كلية آثار آداب. إنجي سنة تانية كلية باشمهندسة. يوسف داخل ثالثة إعدادي بس رسام حلو وهو صغير برضه. She got three kids. يوسف in his third year of college. ومين وشنودة؟ هو شنودة الكبير خالص. شنودة in third year of the university. يوسف in faculty of engineering and إنجي داخلة تالتة كلية. أنا لخبطت الدنيا كده. ما شنودة الأول. أول واحد. أيوه وإنجي. وإنجي second year college ومين؟ ويوسف. ويوسف اللي هو ستريت بريب ستودنت and is painter and artist. فنان. هاي شكرا رب. اتفضلوا اسألوا وانا اجاوبكم على كل حاجه برضه. اسئله يو اس ها من ناحيه الشهيد يعني هو الشهيد يعني ده هو فلاح اولا يعني فلاح بس انا اشكر ربنا اللي هو وصل للمكان اللي هو فيه ده يعني بصراحة بأمانة يعني أشكر ربنا على النعم اللي هو فيه أنا بقول لو أقدر أوصل أولادي زيهم عشان الدنيا اللي احنا فيها دي مش حلوة خالص مش حلوة خالص وأنا بأمانة أن أنا أقدر أوصل أولادي اللي هم وصلوا لي يبقى شكرا لك يا رب على اللي احنا فيه. Her husband was a farmer and she thanks God for what happened. يعني this was a يعني bright for her to be a wife of a martyr and if she can get her son and her daughter to the position of her husband too. And she would be very happy to get into heaven. أي تفضل يا أبي. هو إيه أكتر حاجة كانت تودروس متميز فيها جدا؟ يعني أنت كنت بتحبي تودروس ليه؟ إيه كانت الحاجة اللي فيها شايفاه فيها انسان جميل قوي ايه اكتر الحاجات اللي كانت حلوه فيها؟ ان كان انسان بسيط ومتواضع زي ابونا يوستس الانطوني
ما كانش ما شفتش فيه حاجه وحشه، ما شفتش منه حاجه وحشه، مع ان احنا فلاحين وهو من نفس البلد من هنا وانا من نفس البلد برضه. يعني ربنا جمعنا، بقول له شكرا ليك يا رب ان انت عرفت على الانسان ده، لا كان بيفتح فيا بوحش ولا يعني ولا بحاجه خالص، ما فتحش فيا خالص. وربنا اولادنا كان يعني تو ما دخلت البيت بتاعه قال عايزين نتربى على الامانه والصدق، وده حبيته اكتر برضه، مع ان فلاح يعني مش وانا فلاحه زيي. فنربي اولادنا بمخافه الله يعني جوه الكنيسه، سواء ولدين او ثلاث بنات، يعني كان له يدوه لنا ربنا. اتشاركنا مع بعضينا وكنا مع بعضينا حلوين، وهو لما حصل مثلا ظروف ان هو يضطر يروح ليبيا عشان يكون لنا بيت نقعد فيه، كنت ببيت عيله. فبعد كده راح سافر ليبيا وسمعت الخبر بتاعه. هو في اول خلص اتخطف يعني عشان ينكر صليبه، فما مرضيش، قال اللي ينكر اسمه طبعا خلاص، فهو مرضيش، حاولوا فيه وضربوا له مكسروا له رجله مرضيش. فكنت بكلم وبقول له تعالى، راح قال لي ما فيش حاجة احنا بنسمع زي ما انت بتسمعوا، عشان كان بيطمني لان انا كنت خايفة عليه قوي. فهو لما راح هناك ويعني شكرا للمكان اللي هو وداه هناك برضو، نشكر خالص الناس اللي عملت فيهم كده، نشكرهم خالص خالص اللي عملت فيهم كده برضو. هو أيوة فرقهم صعب وحشونا كتير، بس اما نرجع نقول برضو ان هو لما تربينا مع يعني وربى اولاده على العز وعلى الامانه اللي هم فيهم، طالعين برضو مفتخروا بباباهم قوي. بس انا عرفت اجيبهم معايا كبار، مش برضي يجوا معايا في اي حته، ان الموقف بيبقى حساس، بس بالنسبه لنا احنا مش حساس. احنا يعني على كده نشكر ربنا اللي احنا فيه ده، احنا بقينا فرحانه لنا بيت مرض شهيد لقب عالي، والناس يعني تفتخر بينا واحنا بنفتخر بيهم بنفس الوقت. ويا ريت كلنا نبقى نستعد للحظه دي، ومش خساره في ربنا، مش خساره فيه، لان احنا ربنا يدينا ونقدم هدايا حلوه ليه خالص، مش احنا مهما نعمل مش هنعرف نوفي الجميل خالص. انت عشتي معاه تقريبا سنين طويله؟ انا اتجوزت كنت بنت 14 سنه. 14 سنه؟ ايوه يا ابوي. عشت معاه يعني معايا شنو ده الوقتي عنده 22 سنة. يعني فوق 22. ايوه يا ابي. 23 سنة. هو كان بيعيش معاك ازاي في البيت؟ وكان حياته عاملة ازاي معاك؟ كنتوا بتروحوا الكنيسة بتصلوا مع بعض في البيت ولا صلاة؟ حتى لما جت البيت عشت معاه ازاي؟ ربطتكم ازاي؟ بصي هقول لك على حاجة. اتفضل يا ابي. كل واحد طبعا ربنا اختاره بطريقه مختلفه. طبعا. فانا توادروس بقى كان في حاجات مختلفه عن التانيه. طبعا. وانت اكتر واحده عشتي مع توادروس السنين دي كلها؟ بصي يا ابي، هو كان انسان يعني حلو، اما يعني كان امين، كنا متفاهمين مع بعض. يعني كان احنا هنا عندنا مواشي يا ابي، كنت بروح الليل في الزراعه قبل النهار، كنت متواصله معاه جدا، عشان طبعا انا لما كان بيكلل ابونا بيقول لا يفرقوا الانسان، يعني احنا جسد واحد، لما بيلبس البرمز بيبقى جسد واحد خلاص. فانا اخذت الوصيه وعملت بيها حرفيا، ان احنا نتفق مع بعضينا ومهما تمر الظروف علينا انا ما اقدرش اسيب بيتي ولا جوزي عشان خاطر مثلا مشاكل، اعدي وادوس على اي حاجه عشان اطلع اولادي بيننا ما بين بعضينا، ما نفرقهمش عن بعضيهم. وانا نفسي بقيت استحمل الاسى والاذيه بس اقول عشان خاطر جوزي واولادي. ممكن ترجم كل يعني توادروس was living in the family house and he went to Libya to have his own house. Tawadros was a farmer and a very simple man and a very humble man. يعني كان راجل متواضع جدا.
They got married and they lived in a family house, and they raised cattle, and she worked day and night to help him and support him. When Tawadros went to Libya to improve his life level, they agreed actually between each other to bring up their children in God's fear and to be honest and to be honored. She said that she is very happy that she is a wife of a martyr, and tried to bring her children to be like their father. لا أولادي في البيت منهم واحدة شغالة هنا يعني إنجي شغالة في الكنيسة طبعا حاليا بس مش هنا النهار لا هي هنا بس مش بترضى تيجي لأنها من النوع اللي بتتكسف يعني إنجي is here but she's a little bit shy to talk to me يعني هي هي يعني ما تكسف لما كانوا في لحظة الاستشهاد الولادة يعني كان رد فعلهم هي في لحظة الاستشهاد يعني هو في الأول خالص ساعة اختطفوا كنا بنصلي ونقول يا رب يسوع ثبتهم على الإيمان كان في الأول خالص هتتخطفوا كانت كلها لأن العيلة فيها ستة شهداء قربات بعضهم العيلة فيها ستة فإحنا كلنا كنا بنصلي ونقول يا رب ثبتهم على الإيمان وهم مختطفين ربنا سمع برضو صلاتنا إحنا ما كناش بننام ليه كنا خايفين أحسن يزحزع ويروحوا كده أو كده فإن ربنا قبل صلاتنا على طول وأول ما استشهدوا إحنا ما كناش بننام ساعة الاختطاف أول ما استشهدوا الليلة اللي استشهدوا فيها أنا شفت الست العذراء حقيقي راحت قالت لي أنا طلع أجيب بطاطين أنا هم يفتكروني عقلي خلاص طلع أجيب بطاطين للناس تتغطى اللي كانت عندنا في الشارع فبعدين راحوا عملوا كده ده خلاص قلت لهم على فكرة هي نزل نور عمود طويل كده هنا جيب فرش من فوق قالت لي اطمني انت اطمني ما تخافيش ده انت منابك في السماء كبير العذراء بتقول لي كده اطمني ما تخافيش ده انت منابك في السماء كبير رحت نزلت تحت دليت لهم بطاطين اتغطوا قلت لهم ما تعيطوش صدقوني انا شفت رؤية جميلة قال ايوه غصب عنك انت طبعا موقف حساس عليك قلت لهم لا فأول ما استمعنا للاستشهاد أنا عن نفسي ارتحت ونمت لأن أنا بقول شكرا لك يا رب إن أنت وصلت للمرحلة دي ما رحوش لا كده ولا كده لأن إحنا فخورين بنطقة السيد المسيح بس قلت يا رب يسوع دي تكفينا عن كل حاجة إحنا ارتحنا During the kidnapping time they were praying for them to be strong in faith and don't deny their faith And actually, it was the most important point. Yani, they prayed just not to be free, not to become back, but to be strong in faith and then deny their Christian faith. After being headed, she feel calm. After the time of the video, she went upstairs to get blankets for people who are downstairs. Her family thought she is going crazy yani in this difficult situation and she going to serve people. But on the roof, she saw Virgin Mary. And she assured her and she gave her peace and told her that don't be afraid, you will have a place in heaven. When she came back, she told the people that she saw Virgin Mary, and people thought that she is going mad or going crazy. Inside the family, there are six martyrs in her family. They were like one group, and one family went to Libya, so they all kidnapped, and the six of them, they were martyred. Hi,
علي صوتك يا سلام استاذ كبرت. ظهر لك شفتيه بعد الحادثه دي؟ انا كنت يعني كانوا بياخدونا بعد الاستشهاد كده يعني فقط الاستشهاد كان سياده الريس كان بيبعت لنا عربيات اسعاف تودينا المطرانيه يعني تستعنى بينا عشان احنا ما كناش من غير وعي خالص. فلما انا كنت تعبانه ومع ان ما كنتش بسيبه من زي ما بيقولوا من الشمس للضله كان اعتبر يعني حب عمري الاول والاخير بابا اولادي فراح لجاني تعبانه فانا كنت نايمه على كنبه كده اهو وراح لما لجاني تعبانه جدا رفع البطانيه من على وشي وبيجي حسيت زي اني بيهوي لي بس وشه وهو مايل عليا زي ما بيقولوا نور نور ساطع بيجي يهوي لي كده حسيت راح قال لي اطمني بقيت اقول اشكرك يا رب ان انت طمنتني فانا حسيت من ساعتها ان انا يعني بشكر ربنا ان انا مطمنه و... after the accident she was very طبعا يعني ill and tired one day she was sleeping on the bench and at that time she was very yummy upset and he came to her and removed the blanket out of her face and she could see his face and light come out of his face and reassure her and yani خلاص everything is okay and okay. It was yani he was yani her first and last love. وانا ببص في عين ولادي ان ابوهم ما سابنيش وكل ما بنادي عليه بلاقيه موجود معايا على طول واشكر ربنا ان هو مش سايبنا واحنا فرحانين وفخورين ان هم حوالينا في كل مكان يعني في كل مكان في كل ركن واحنا فرحانين ان هم جم احنا بقينا نصلي واحنا ما كناش نعرف ان هيجوا اصلا ان هم صلينا وعملوا مكان وجم ما سابوناش حتى ان كانوا سافروا ما سابوناش جونا برضو بعيد واحنا فرحانين وفخورين ان هم جنبينا خالص صدقوني. When she sees her children she sees her husband on them and even if they are in heaven now but by their coming the relics when they come she felt that she feels that they are all around her and she is very proud of him and يعني she loves him too. ربنا معاك. ماشي شكرا وانا بشكركم على العموم وبشكر الاباء الكهنه وكتر خيركم ويعوض تعب محبتكم شكرا لكم خالص. So, مارينا ايوه مارينا فيرست يير كولج مارينا سي هاي يا مارينا ازيك يا مارينا ومين اللي في ثالثه ثانوي؟ رفقه ورفقه ان سكندري 3 او جريد 12 فين؟ بخميس وفيولا، فيولا هنا وبخميس مش فيولا؟ فيولا هنا يعني فيولا ان بريب 2 في ثاني عدد بخميس ونصير توأمها من العراوة يلا شباب احكي لنا الظروف اللي حصلت يعني انت سأل وانا جاوب احكي لنا عن هاني احكي لنا عن هاني هاني كان طيب قوي هاني كان طيب قوي وكان محب للكنيسة كان دايما يقوم الساعة 4 الفجر يصحينا ان الاولاد نروح الكنيسة نحضر القديس البدر على طول باستمرار كان معلم اولاده ومارينا ورفقة هم اللي كانوا منشورين كان دايما يخليهم يصوموا حتى الصيام الكبير ال 55 يوم كان يصومها كلها هاني used to bring his children like a true Christian way and he used to wake up them at 4 o'clock to attend the first mass and encourage them to fast all the fasts even in the beginning 55 كان دايما يعني يقول الكنيسه ربنا قال اذكر ربنا في ايام شبابك يعني لازم تذكر خلقك ايام شبابك عشان خاطر هو ربنا خلقنا ان احنا لازم نحبه يعني يعني always tell them that اذكر خلقك يا شباب يعني when you are young you should remember your Lord and we should love him.
God because he created us. اسال انت انا اجاوب. ايه اللي كان بيميز هاني يعني طيب حنين؟ كان طيب قوي، هو كان اكبر اخواته وكان طيب ومحب لاخواته وكان يحب يخدم الكل. وكانت كل الناس تحبه، مسلمين ومسيحيين في البلد كانوا يحبوه كتير. هاني was the older son of his family and he was beloved to all the village from Christians, Muslims and everybody and he was very kind man. جوز ازاي؟ انتوا قرايب يعني خطبت يعني عرفتوا بعض ازاي؟ هو سيده واخد عمتي. وعمه واخد اختي الاكبر. فهو كان دايما ماشي مع عمه فقال له انا اروح لفلانه دي، قال له ماشي خلاص ما كانش. راح لابويا اتجوزت على طول. يعني زي يعني ريليتيفز. تمام. ايوه اول مره يسافر، خدم الدش وانا معاه لانه اتجوز بعد الدبلون على طول. هو قالها سافر، انا معايا 4 اولاد ومحتاجين مصاريف والدنيا هنا مش حلوه، قال هطلع برا. ما خاله الشهيد تدروس وابن عمته الشهيد مجد سليمان وبنوه ويوسف وكرولس بشرى اولاد عمامه، يعني من عيله واحده كلهم. كده 6 برضه اللي هم 6 في العيله. ايوه. طب كلهم مره واحده ولا كان في ناس منهم؟ ايوه هي هم اللي اتاخدوا من السكن مع بعض ال 13، فكانوا الستة العيله قاعدين مع بعض. هم خطبوهم ازاي بالظبط؟ اللي كانوا في البيت مثلا ولا كانوا في الشارع مروحين؟ لا كانوا قاعدين في السكن في الليل الساعه 1 في الليل او الساعه 3، طجر عليهم فتحوا اخذوهم الناس من المسنة بالاسود وخدوهم من السكن. الشباب اللي كانوا هناك. ايوه في شباب كانت هناك وجت، من ضمنهم ابن اختي الكبيره كان هناك برضه وقال احنا سمعنا الدب على الباب كلنا خفنا، هم فتحوا الباب دخلوا خدوهم وطالعين يقولوا لا 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 واخدينهم وماشيين. ما هربوش؟ لا ما فتحوش الباب. The way that he was kidnapped. There were two groups, 7 and 13. Hani was with the 13th group, the second group. ISIS people came at almost 1 o'clock in the morning. They knocked the door, and actually they knocked the door for each room. They opened the door, so the ISIS people took them. There were some people from the same village, and but they didn't open the door, so they left them. But when they took the 13th, they were going out saying Allahu Akbar, La ilaha illallah, like victorious signs. Tadri. Saati. كان احساسك لما الاجساد رجعت؟ هو احنا كل اللي كنا بنطلبه من ربنا اللي هي الاجساد ترجع احنا تبقى وسطينا عشان نارنا تبرد. ولما رجعت اي نعم كانت صعبه علينا دخلتهم في الصناديق كلهم مره واحده، بس هو ربنا عزه ادى التعزيه ونشكر ربنا. يعني she asked what's her feeling when the Rufat bodies came back. She replied that it is the only demand and wish for her for the bodies to come back to Egypt. They will feel the relief يعني and comfort at the time. Even it was very difficult scene when the 20 caskets come all one time in the village, but at least the body reached finally at the church and it was a great comfort for her. لا احنا كنا عارفين من ساعه ما اتخطفوا الشباب اللي هناك، كلمونا وقالوا ان هم دخل عليهم ناس السكن خدتهم، بس بعد 45 يوم مش نعرفش عنهم اي حاجه. بقوا يجروا رجاله ويقولوا ندفع فلوس ان شاء الله نبيع بيوتنا نبيع ارضنا نبيع كل حاجه ونجيبهم، بس هو كده ربنا كان اقوى. لا شفناهم. شفت الفيديو؟ شفنا الفيديو ايوه سمعناه.
ايوه كانت صدمه صعبه، وبرضه ازاي ان حد غال علينا وفجاه الملاجئ مش موجود بالشكل ده برضه، وبالمنظر الذبح ده كان صعب. بس يعني هو ربنا ادى تعزيه زياده يعني. يعني she saw the baby and it was very the most difficult situation, but God gave comfort and relief. It was such her husband dying at especially by this way. تفضل يا ابو لا ماشي. في ربنا كان بيديكم علامات ان في حاجه زي كده هتحصل، هو كان بيقول لك ان حاجه زي كده هتحصل؟ ايوه هو الشهيده اللي هنا روحه كان دايما يقول خليكم مع ربنا، وهو رب هنا رب هناك، يعني اللي هيحصل لي هناك هو اللي هيحصل لي هنا، يعني لما احنا كناش عايزين نسافر. طب فهو كان بعد الاستشهاد حسيت ربنا بيعزيك ازاي؟ يعني بعد الاستشهاد نشكر ربنا، يعني يا ايده ربنا كانت اقوى، بس سندنا من الكلام الكهنة، من كلام ربنا لينا، من عزة على التلفزيون. نشكر ربنا، هو ربنا بيسند برضو إذا ربنا بتبقى أقوى. يعني يا ابونا he traveled and when they asked him not to travel he said God is one in Egypt and Libya there is one God. After المرتضان يعني she find the comfort in priest is visiting and talking and the khuddam and preaches and al-aza fi al-televizyon. قليل يعني في رؤيا نايمه قليل، لكن كان اولادي ليله الاستشهاد كان معايا رفقه عندها حوالي 10 سنين، قالت انتوا كنتوا نايمين قاعدين تصرخوا وتزعقوا كلكم، وانا بيها كان نايم معايا واخدنا على دراعه لحد الصبح. Then during the yelling screaming هم طبعا هنا عمل funeral his daughter told them that her father came to her at night and she he slept the whole night with her and he was putting his arm under her head the whole night. يعني people are yelling and screaming in one side and she's sleeping with her father the whole night. حاجة عظيمة. طب يوسف كنت هتسأل طب يعني في علامات ربنا بيديها لك ان الامور ماشيه و ايوه اكيد طبعا. احنا ما بنطلبش ربنا في اي شيء، لما دايما بيقف معانا بيستجاب لينا مع اولادنا في عز ما ببقى قلقانه، فربنا بيستجاب والقلق ده بيروح خالص والحاجه بتتحقق زي ما ربنا عاوز. يعني هو now when she يعني got any worries she prays and God sends his comfort and actually God answers all her requests. That's right. جزي تفضل. وده احساس جميل ان هو بقى لنا شفيع في السماء، وكل ما بنطلب لينا هو بقى كده الوقت اقرب لينا من الاول كمان، لأن احنا بنطلبه في أي حاجة فربنا بيستجيب. لو رايحين مكان ومش لاقيين مواصلة بقول يا رب ببركة الشهادة بعت لنا مواصلة. مفيش، على ما بنخلص الكلمة ربنا بيستجيب. يعني she feels that her husband is nearer than before. He is now in heaven and يعني be with her the whole time. Even for the small requests she asks and he replies immediately. For example, if she would like to find a transportation for somewhere, just ask and
she is not finishing the sentence, and then the bus comes or the car comes. She is beautiful. بنشكر ربنا وبنشكر اخوات الخدام وبنشكر الاباء الكهنه وبنشكر سيدنا ابو بفنطيس وابونا بفاميس فهو اب لينا واب لعيالنا ونشكر ربنا على محبته. شكرا. وربنا يعوض تعبكم.